الإله الواحد أمين. أحبائي وأعزائي الخدام، أهلا وسهلا بكم في موضوعنا النهاردة حول بانوراما الكتاب المقدس، وهنخصص النهاردة عن بانوراما العهد الجديد، وإن شاء الله في لقاء تاني ناخد بانوراما العهد القديم عشان يبقى الكتاب المقدس كله موجود في ذهننا. في البداية هنقرأ آية جت في سفر أشعياء أصحاح 34 وعدد 16، بيقول كده: فتشوا في سفر الرب واقرأوا واحدة من هذه، لا تفقد ولا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه قد أمر روحه فيه هو جميعها. الآية دي مهمة جدا، أولها كلمة فتشوا في سفر الرب واقرأوا. مهم قوي أن أنا باستمرار أفتش كلمة ربنا، وقال برضك فاحصين كلمة الرب كل يوم بتدقيق، لأن مهم قوي أن أنا تبقى لي علاقة قوية جدا مع كلمة ربنا، لأن فمه قد أمر، وده مهم، ده أمر من ربنا. تعالوا بينا ناخد الكتاب المقدس كله، بيتكون من عهدين، العهد القديم زي ما انتوا عارفين والعهد الجديد. كلمة عهد يعني ميثاق أو رابطة أو علاقة، هو عهد بين الله وشعبه، عهد بين الله وشعبه. لما يبقى فيه عهد بين طرفين يبقى لازم يبقى فيه تنفيذ لهذا العهد. الله ينفذ العهد وهو صادق في كل مواعيده، واجب علي أنا كالطرف الثاني أن أكون صادق وأنفذ العهد، وتبقى الأمانة متبادلة ما بيني أنا، أمانتي أنا مع أمانة الله لأنه صادق وأمين. تعال ناخد كده العهد القديم بسرعة، هو الأسفار اللي اتكتبت قبل التجسد. يبقى عندنا كده التجسد، قبل التجسد يبقى العهد القديم، وده لو خدناها يبقى 39 سفر زائد 7 الأسفار القانونية التانية، يبقى إجمالي العهد القديم كله كام؟ 46. طيب بعد التجسد هيبقى عندنا العهد الجديد، العهد الجديد 27. لما نيجي ناخد 46 زائد 27 يبقى كله كام؟ 73 سفر. يبقى الكتاب المقدس 73 سفر. تعال نعمل نظرة سريعة كده في جدول بسيط عن العهدين، مقارنة بين العهدين. في العهد القديم الله يتكلم إلى شعبه بواسطة الأنبياء، وهقرأ لكم شاهد دلوقتي بيبين فيه الجزء ده بالظبط. أما في العهد الجديد كلمنا فيه ابنه، كلمنا فيه ابنه. في العهد القديم هو الظل، دم الذبائح زي ما جه في عبرانيين 10:4، وأما في العهد الجديد دم يسوع المسيح الحقيقي الحقيقي. في بالنسبة للرمز المخلص سيأتي، أما هناك في العهد الجديد المرموز إليه المخلص أتى. العهد القديم ينظر إلى الأمام، أما العهد الجديد فهو ينظر إلى تفسير للنبوات اللي جت في العهد القديم. طب لو حبينا بقى ناخد كده زي مسألة رياضية، نقول إيه علاقة العهد الجديد بالعهد القديم؟ علاقة العهد القديم بالعهد الجديد هي علاقة المسألة بالحل. يعني أنا عندي العهد القديم ده المسألة، طب العهد الجديد ده الحل بتاع المسألة. تعالوا بينا كده نجيب كلنا ورقة فاضية، وتعالوا نجيب قلم، هنجيب ورقتين فاضيين خالص اهم، ونجيب قلم، وتعالوا بينا نرسم العهدين ونحفظهم مع بعض بطريقة سهلة بسيطة، وممكن انتوا تعلموا ديت لولادكم في مدارس الأحد. حطي لي كده وهرسم اهو 5 صوابع في الايد ديت واقول عليها العهد القديم. تعالوا نحفظه. العهد القديم نقول 5 12 5 5 12، تاني اهو عشان تبقى سهلة، 5 12 5 5 12، يعني كم 5؟ 1
اتنين تلاتة، تلات خمسات واتناشر واتناشر. طب تعال نسكن على الصوابع بتاعتنا الاصفار، تعال نسكن على الصوابع بتاعتنا الاصفار. الخمسة الاولانية نكتب اصفار موسى، تكوين خروج لويين عدد تثنية. الاتناشر دي الاصفار التاريخية، تبدأ يشوع قضاة رعوس لحد استير. الخمسة التانيين الاصفار الشعرية زي ايوب مزامير امثال نشيد الاناشيد. الخمسة التانيين بقى الانباء الكبار، اشعياء ارمية دانيال وهكذا. الاتناشر الاخرانيين دول ايه؟ الانبياء الصغار، يبدأ بهوش على حد ملاخي. كده عرفنا تقسيمة الكتاب المقدس في العهد القديم ماشي ازاي. نقول تاني، خمسة اتناشر خمسة خمسة اتناشر، سهلة. بس هعمل حاجة تاني، هقول دول تسعة وتلاتين بلس سبعة هيبقوا كام؟ ستة واربعين. طب ايه السبعة دول؟ الاصفار القانونية التانية، الاصفار القانونية التانية. يبقى الخمسة الصباع الاولاني ده خمسة اصفار موسى، اتناشر اصفار تاريخية، خمسة الاصفار الشعرية والحكمة، خمسة الانبياء الكبار، اتناشر الانبياء الصغار، سبعة اللي ايه الاصفار القانونية التانية. دي كده العهد الايه القديم. تعالوا نعمل نفس الرسمة اهي تاني اهو، ادي ايديا ونكتب عليها كده العهد الجديد. تعال نسكن عليها، هيبقى الصباع عليه 4 1 14 7 1. نقول تاني اهو، 4 ده الاناجيل الأربعة، انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا. 1 ده سفر التاريخي، سفر اعمال ابائنا الرسل الاطهار. 14 رسائل معلمنا بولس الرسول الايه ال14. السبعة دي رسائل الجمعة، يعقوب، بطرس 2، يوحنا 3، ورسالة يهوذا. والاخير ده سفر النبوة، سفر الرؤية، الرحلة الى اورشليم السمائية. لما نحط الاتنين دول جنب بعض كده اهو، بصوا كده بقى بيت معانا ايه، دي واحدة كده مع بعض اهو، معنا كده ايه، كده العهدين، عهد الجديد والعهد القديم بطريقة ايه سهلة. طب لو عايز احفظها بطريقة تانية، عندي دولاب في ضلفتين وكل ضلفة فيها خمس ترفف، هنرص في الضلفة اليمين مثلا العهد القديم، نقول خمسة اتناشر خمسة خمسة اتناشر، والتانية نحط العهد الجديد نقول اربعة واحد اربعتاشر سبعة واحد. حفظنا كده الترتيب، بقي بالنسبة لنا ايه، بقي بالنسبة لنا سهل جدا. قبل ما ادخل في بانوراما العهد الجديد، تعال اقرا لكم شاهد في عبرانيين 1 رائع جدا، يوضح لنا العلاقة بين العهدين. الشاهد ده ناخده في يوم روحي طويل، بس هناخد منه 3-4 دقايق. الشاهد ده هنلقى فيه عهد قديم، نلقى فيه عهد جديد، نلقى فيه الصليب، نلقى فيه القيامة، نلقى فيه الصعود، نلقى فيه الملائكة، نلقى فيه رب المجد يسوع المسيح. تخيلوا 5-6 أعداد أو 4 أعداد فيهم كل الجواهر دي كلها. هقرا بسرعة وأنا بقرا معاكم هركز على فين العهد القديم. أنا مش هقول، بس أنتوا لما هقف هتفهموا إن هنا يبقى العهد القديم، هنا يبقى العهد الجديد، هنا يبقى الصليب، هنا يبقى الفداء، هنا يبقى القيامة، هنا يبقى كذا، هنا يبقى كذا. أهو رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، فين ده يبقى إيه؟ تمام، أنا سامع حد بيقول هنا يبقى العهد القديم، برافو. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين. هنا بنتكلم عن ايه؟ عن العهد الجديد وفي وعن ابنه الله الكلمة المتجسد، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا
تطهيرا لخطايانا. ده يبقى يا جماعه ها الصليب، برافو، جلس في يمين العظمه في الاعالي، هنا يبقى الايه؟ قيامه مع الصعود، صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما افضل منهم، لانه لمن من الملائكه قال قط انت ابني وانا اليوم ولدتك لحد الايه؟ لحد الاخر. شفتوا خمس اعداد لقينا فيها عهد القديم، العهد الجديد، صفات الله الكلم المتجسد، الصليب الفداء يعني، القيامة والصعود، الملائكة، وكل هذه الأمور. تعالوا بينا بقى ناخد بقى إيه الورقة دي كده ونتكلم على كل صباع منهم. هنتكلم عن الأربعة الأولانيين، نقول كده الإنجيل حسب ما كتبه معلمنا متى، والإنجيل حسب ما كتبه معلمنا مرقس، والإنجيل حسب ما كتبه معلمنا لوقا، والإنجيل حسب ما كتبه معلمنا إيه؟ معلمنا يوحنا. تعالوا نعمل زي جدول كده، نقول متى، مرقس، لوقا، يوحنا. يا ريت حضرتك تعمله في البيت، اعمل جدول كده، اكتب إنجيل جدول وجه المقارنة، الإنجيل أربع خانات، واكتب كده وجه المقارنة، أول حاجة عدد الأصحاحات. في متى يبقى كام؟ انتوا حافظين 28. في مرقس كام؟ 16. في لوقا كام؟ 24. ويوحنا كام؟ 21. طيب اتوجه لمين؟ انتوا عارفين قديس متى كتب لليهود، وكان بيبين لهم اليهود ملكا. طيب لما يبقى في ملك، يبقى الملك يلزمه مملكة، المملكة ليست من هذا العالم، الملك يلزمه وزراء. يختار في انجيل متى واضح جدا اختياره للتلاميذ، المملكة في ملك، في وزراء، لازم يبقى في دستور. يوم يجي لنا كده في انجيل متى اصحاح 5 و6 و7 و8 يضع اعظم دستور للمملكة، واعظم دستور للمسيحية. يبقى الكاتب ان قديس متى، والكتب لليهود، متى ده من ال 12 تلميذ. تعالوا بقى قديس مرقس كاتب للرومان، يقول كده والرومان رمز القوة. عشان كده لو فتحنا انجيل مرقس في بدايته نلاقي يتكلم عن بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، كما هو مكتوب ها انا ارسل امام وجهه ملاكي صوت صارخ في البرية، اعدوا ايه؟ اعدوا طريق الرب. وقديس مرقس من السبعين. نيجي بقى لانجيل معلمنا لوقا، انجيل معلمنا لوقا ده 24 اصحاح، واتكلم للامم، لان لوقا كان اممي وكان بيتكلم لليونانيين. اليونانيين دول بقى كانوا اكتر عصر الفلسفة واكتر عصر في المعرفة، عشان كده لما تلقوا قديس لوقا يتلقوه اكتر الاناجيل حديثا عن المرأة وعن الطفولة وعن التوبة، وهنتكلم فيهم بشيء من التفصيل. لقى قديس لوقا يدي المعجزات اللي هي المستعصية، ولما يجي يشرح القديس لوقا اماكن يشرحها في التفصيل، يقول الحتة الفلانية اللي جنب الحتة الفلانية اللي من الجبل الفلاني. طب ليه متى ما بيعملش كده؟ لان متى بيكتب لليهود فاليهود عارفين، ولكن القديس لوقا بيكتب لليونانيين وهم ما يعرفوش هذا. القديس يوحنا اخر انجيل الكتب، فجي القديس يوحنا كتب انجيله في سنة 95، ما ذكرش بقى الحاجات اللي ايه اللي كتبها معلمنا متى ومرقس ولوقا. عشان كده متى القديس يوحنا كتب سنة 95 ميلادية او 96 ميلادية، واتكلم عن لاهوت السيد المسيح، وبيتكلم فيه عن النسر الذي يحلق، انما الجيل لوقا يرمز له الصور، انجيل مرقس يرمز له الاسد، جيل متى يرمز له الانسان. لو قلنا المسيح في الاربع اناجيل اتكلمنا شوية عنه، ولكن المسيح الملك في انجيل متى، المسيح صاحب السلطان
في إنجيل مرقس المسيح صديق البشرية. وخلوا بالكم ليه ركز هنا القديس لوقا، لأنه بيكتب للفلاسفة لليونانيين، وبعدين المسيح الله الكلمة المتجسد. تقولوا مثلا أدي إنجيل يوحنا، لو فتحنا مع بعض كده أوله يقول كده: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا في البدء كان عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة كان لم إيه؟ لم تدرك. فعدد 14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما الوحيد من الآب. يوحنا شهد له، لحد لما يختم يقول موسى يقول كده في عدد 17: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. في عدد 18 آية مهمة محورية يقول: الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو إيه؟ هو خبر. كده خدنا فرشة سريعة على الأناجيل الأربعة. قلنا إنجيل متى الدستور في 5 و6 و7 و8، ولما نيجي بقى ناخد شوية إنجيل يوحنا الآية المحورية بتتكرر فيه باستمرار: أنا هو نور العالم، أنا هو باستمرار. وزي ما قلت لكم إنجيل لوقا أكثر الأنجيل حديثا عن المرأة والطفولة والتوبة. تعالوا بقى ناخد شوية ملاحظات كده بسرعة عن الأناجيل قبل ما نخش على سفر الأعمال بسرعة عشان الوقت. إنجيل مرقس أقدم إنجيل اتكتب، إنجيل متى مش أقدم إنجيل اتكتب. طب ليه حطينا إنجيل متى في بداية العهد الجديد؟ ملخص بسيط: إنجيل متى عبارة عن جسر، أدي العهد القديم وأدي العهد الجديد، يبقى أدي إنجيل إيه؟ إنجيل متى هو الجسر الذي نعبر منه من العهد الجديد، من العهد القديم للعهد الإيه؟ للعهد الجديد. أكثر إنجيل فيه اقتباسات، أكثر إنجيل فيه اقتباسات إنجيل معلمنا متى، نلاقيه كتير قوي قوي يقول: كما قيل بالنبي القائل، أو وهكذا. أقصر إنجيل إنجيل مرقس 16 أصحاح. طب لو سألناكم أكبر إنجيل مين؟ السؤال ناقص. طب أكبر إنجيل من حيث عدد الأصحاحات يبقى إنجيل متى. طب من حيث عدد الآيات تفتكروا يطلع إيه؟ يطلع إنجيل لوقا. ده إحنا لو مسكنا إنجيل لوقا وفتحناه كده نلقى إن فيه أصحاحات بتوصل ل70. ده أنت أخدنا لوقا واحد بس. بص، لوقا واحد 80 آية، لوقا واحد 80 آية، أصح واحد كام؟ 80 آية. إنجيل معلمنا لوقا بيعمل تقرير أو بيدي أكتر واحد عمل تأصيل وتوثيق للأحداث. هقرأ لكم أول آيتين من إنجيل لوقا وتعرفوا قد إيه هو كان بيكتب بالتدقيق. أكتر الأناجيل اتكلم لوقا عن التوبة، هنلقى فيه أصحاح مهمة أوي لازم نبقى عارفينه إحنا كخدام. لوقا 15 فيها صحات كده لازم نحفظها. لوقا 15 نلقى فيه 3 أمثال: الابن الضال، الخروف الضال، الدرهم الايه؟ الدرهم المفقود. متى 13 ده أمثال عن الملكوت، ده مهم برضك ان احنا نبقى عارفينها. القديس يوحنا اكتر واحد عمل انفرادات، سبق صحفي، اكتر واحد عمل انفراد لقاء نيقوديموس. ما نقراش عن نيقوديموس ولقاء السيد المسيح في يوحنا 3 الا مع مين؟ الا مع معلمنا يوحنا. طب يوحنا 4 السامري، طب يوحنا 10 الراعي الصالح، الراعي الايه؟ الصالح، الراعي الصالح. اقصر رساله رساله يوحنا الثانيه. بصوا بقى عشان اقول لكم لوقا مؤرخ ومدقق جدا. طبعا كل الكتاب موحى به من الله ولم تأتي النبوة قد بمشيئة إنسان. يقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة،
رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت. بص الكلمة دي حطوا تحتها 100 خط، تتبعت كل الأشياء من الأول بإيه؟ ها؟ مين فاتح وبيقرأ معنا؟ بتدقيق. إن كنت أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سوفيلوس لتعرف صحة الإيه؟ صحة الكلام. 4 أناجيل بيساووا 34 سنة من حياة السيد المسيح. عشان كده اللي يقرا ال4 أناجيل يبقى واخد تلت على الأقل العهد الجديد. تعالوا بينا ندرس سفر الأعمال بسرعة. سفر أعمال الرسل هو سفر تاريخي بيتكون من 28 أصحاح. 28 أصحاح. مفتاح السفر في أعمال 1:8 بيقول كده: ستكون لي شهود في سفر الأعمال. أهو بسرعة عدد 8 بيقول إيه أهو: لكنكم ستنول قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونوا لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. طيب لو رسمنا، جبنا ورقة كده ورسمنا خط وكتبنا من 1 لـ28، تعالوا بينا نقسم كده، نقسم قسمين من 1 لـ12 ومن 13 لـ28. من 1 و12 لو انت بتدور على موضوع عن خدمة القديس بطرس الرسول خش من 1 لـ12. لو انت بتدور على موضوع خدمة القديس بولس الرسول خش من 13 لـ28. من 1 لـ8 في اليهودية. بعد كده في أصحاح 8 يبدأ يخرج ويروح فين؟ السامرة. فعشان كده سفر الأعمال حضراتكم مهم جدا ان احنا نبقى برضك عارفينه، انه يبدأ ايه؟ الكرازة يبدأ تطلع من اليهودية الى السامرة. 10 ده حدث عجيب، ايمان الامم كيرنيليوس. وبعدين 11 و12 هنا نهاية خدمة القديس بطرس. طيب اعمال 3 شفاء المقعد على باب هيكل الجميل، اول معجزة تتم بعد حلول الروح القدس على التلاميذ. لو مسكنا مقارنة بسيطة كده سريعة ما بين القديس بطرس والقديس بولس، نلقى بطرس شفى انيانوس المقعد والمقعد على باب هيكل الجميل. طب القديس بولس شفى مقعد لسترا لما كان في لسترا وكان فيه مقعد شفاه. بطرس اقام طبيسة والقديس بولس اقام ايه؟ اقام افتيخوس. بطرس ليه رسالتين، بولس ليه 14 رسالة. انا بجري بسرعة عشان وقت حضراتكم. تعالوا ناخد ال14 رسالة بسرعة كده، هنتكلم عنهم رسالة رسالة. أول حاجة خدمة القديس بولس الرسول. هو عمل 3 رحلات تبشيرية. الأولى إلى قبرص وآسيا الصغرى، دي ما كتبش فيها حاجة خالص. الثانية افتقاد، بصوا كان فلسفة القديس بولس في كراسته، يطلع يأسس الكنائس ويرجع تاني، وهو في الرحلة التانية يفتقد يأسس يرجع، وبعدين يرجع يفتقد ويأسس ويرجع. فكان افتقاد الكنائس اللي أسسها وتأسيس كنائس في بلاد اليونان. آدم رسالتين كتبوا تسالونيكي الأولى وتسالونيكي التانية. في الرحلة التالتة افتقد كل دول وقال الخطاب الوداعي في سفر أعمال 20 اللي هو في أفسس، وكتب رسالة كورنثوس الأولى والتانية، وكتب روميا، وكتب رسالة غلاطية. اتأثر مرتين في قيصرية في نهاية الرحلة الأولى، وزي ما قلت بعد الرحلة الأولى ما كتبش حاجة خالص. في الأسر التاني في روما قعد 2 سنين، ده في أعمال 28 لما تقروا، لما كان في المركب ونشب الأفعى في إيده وقال لك ده إنسان هيموت، وبعدين رمى الأفعى جت في النار وربنا عطاله الجزيرة ميلاطية اللي هي كانت راسي عليها المركب. كتب إيه بعد الأسر دوت؟ كتب أفسس
فيليبي، فيليمون، كلوسي، ودي بنسميها رسائل السجن. طيب باقي فترة الانطلاق لما أطلقوا سراحه كتب رسالتي، رسالة تيموثاوس الأولى وتيتوس والعبرانيين. طيب قرب استشهاده كتب آخر رسالة، رسالة تيموثاوس الثانية. لو جمعنا ال 14 رسالة يطلعوا 100 أصحاح، يطلعوا كام؟ 100 أصحاح. أصغر رسالة رسالة فيليمون في ال 14، أنا بتكلم على ال 14 رسالة، مش بتكلم على العهد الجديد كله ولا الكتاب المقدس كله. أطول رسائله روميا وكورنثوس الأولى. لو حبينا برضك نعمل تقسيمة داخلية لرسائل بولس الرسول نلاقيهم 10 و4، 10 لبلدان و4 لأشخاص. طب الأشخاص مين؟ قلنا تيتوس كتب له 2، تيموثاوس كتب له 2، تيتوس واحدة، وفيليمون كتب له ايه؟ واحدة. طيب البلاد انتوا حافظينهم بقى، روميا وكورنثوس وتسالونيكي وافسوس وبقيه الايه؟ الرسائل. طب انا كخدام بقى يهمني اركز في دراستي في ثلاث رسائل مهمين قوي، تيموثاوس الاولى والثانيه ورساله معلمنا بولس الرسول الى تيتوس. ليه؟ دول بنسميهم الرسائل الرعويه اللي فيها رعايه، اللي فيها رعايه. ناخد فكره كده عن كل رساله في كلمه. روميا 14 اصحاح كتب السنه 58 الى مسيحي روما، وعنوان الرئيسي بتاعها التبرير. لو انا عايز موضوع عن التبرير والايمان والتبرير والناموس اخش على طول على رساله ايه؟ رساله روميا. كورنثوس الاولى 16 اصحاح سنه 57 كتبت من افسس، ودي كان فيها اصلاحات داخليه وحل بعض المشكلات. الرساله الثانيه 13 اصحاح كتبت من مقدونيا سنه 57، وده كان فيها جزء كبير قوي القديس بولس الرسول بيدافع عن رسوليته. الحريه في المسيح ده عنوان رساله غلاطيا، 6 اصحاحات والرد على البدع والهرطقات. افسس بقى الرساله التي تستخدم بكثره في الليتورجيه في الكنيسة القبطية، نلقاها في سر الإكليل، نلقاها في صلاة باكر، نلقاها في صلاة التجنيز، نلقاها باستمرار رسالة أفسس تستخدم. عارفين ليه؟ لأنها بتتكلم عن وحدة الكنيسة وبتتكلم عن السلوك. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا وللآخر. رسالة فيليبي الفرح في المسيح. لو عايز موضوع عن الفرح افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا إيه؟ وأقول أيضا افرحوا. تسالونيكي الأولى والتانية قلنا دول من شوية دول أقدم رسالتين، وخلوا بالكم اللي كتب سنة 50. في الرسالة الأولى كان بيقول لهم المسيح جاي، سابوا شغالهم وقعدوا. في الرسالة التانية قال لهم لأ، خلي بالكم في علامات للمجيء. وزي ما قلت لحضراتكم تسالونيكي التانية تتفق تماما مع اللي قاله السيد المسيح تبارك اسمه في متى 23 و24. تيموثاوس الأولى قلنا في مقدونيا، ودي رسالة رعوية ويتكلم فيها على الكنيسة عمود الحق وقاعدته. الكنيسة عمود الحق وإيه؟ وقاعدته. تيموثاوس الثانية بتكلم من روما الاحتمال والخدمة، ودي كان خطاب وداعي لتيموثاوس. تيتوس 3 أصحاحات وقال له أنا تركتك في كريت عشان الأمور المتبقية واختيار قراري. بعدين بقى فيليمون إدارة الأزمات، القديس بولس الرسول مدير أو كابتن الأزمات. كيف استطاع القديس بولس الرسول أنه يدير أزمة فيليمون وأنسيموس؟ اللي يقرأ ويقرأ بتدقيق يقدر يعرف ازاي قدر القديس بولس الرسول يدير هذه الأزمة. الرسالة الحلوة الجميلة رسالة العبرانيين، ودي اتكتبت من روما. المسيح أعظم من الكل. في العبرانيين مهم قوي قوي ان احنا نعرف عدد مهم جدا، هو عدد أصحاح 10 أصحاح
عبرانيين 11 اللي هو يتكلم أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أحبائي في أصحاحات كده مهمة، إحنا كخدام مهمة أو نبقى الجايد بتاعنا البوصلة بتاعتنا جوه الكتاب. كورنثوس 13، عبرانيين 11، عبرانيين 12 وهكذا. ده مهم إن إحنا نبقى عارفين الكلام ده، مهم جدا نبقى عارفينه. تعالوا يتبقى لنا قسمين، أنا 5 دقايق بالظبط، طولت عليكم معلش. رسالة الجامعة وسفر الرؤية. رسائل الجامعة دول 7 رسائل. طب تعالوا كده نعرفهم، يعقوب، بطرس 2، يوحنا 3، ويهوذا. نقولهم تاني، يعقوب 1، بطرس 2، يوحنا 3، ورسالة مين؟ يهوذا. يبقى كام؟ 7 رسائل. طب انا عايز امتحنكم، ينفع نسأل سؤال؟ قديس يوحنا كاتب كام حاجة في العهد الجديد؟ ها مين يفكر؟ برافو، 5. انجيله 3 رسائل، سفر الرؤية. طب القديس لوقا؟ برافو، 2. كاتب سفر انجيل لوقا وسفر الايه؟ سفر الاعمال. طيب قديس يعقوب، وده بنسميه، عارفين في سفر الامثال في العهد القديم صح؟ تمام، برافو. في بقى سفر الامثال في العهد الجديد، ده هو ايه؟ رسالة يعقوب، وتتكلم عن الإيمان والأعمال. مش كده وبس، رسالة يعقوب أكتر الرسائل فيها نحو، لغة عربية، تشبيهات، كناية، استعارة مكنية، تشبيهات. هقرأ لكم حاجة بسيطة كده في يعقوب 1، بصوا بقى التشبيهات الحلوة دي اهو. انا هاخد حاجة كده اللي تقع عليا عناية بسرعة، يعني فصح واحد ده فيه كتير. بيقول ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه تشبيهات ايه؟ موجا من البحر تخبطه الريح تدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان لا ينال شيء من عند الرب. راجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. تعالوا خشتوا في عدد 10، أما الغني فباتضاعه لأنه كظهر العشب يزول، استعارة مكنية. لأن الشمس أشرقت بالحر فيبس العشب فسقط ظهره وفنى جمال مظهره، هكذا يذبل الغنى أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي إذا إيه؟ إذا تزكى واحتمل التجربة. ده لحد الآخر. بعد كده يجي عندنا رسالتين للقديس بطرس زي ما قلت أنا في الأول، كتبه من روما الاحتمال، والتانية تحذير من المعلمين الكذب. يجي عندنا بقى 3 رسائل لمعلمنا يوحنا. الرسالة الأولى يقول كده، يضع في الأصح الأول شروط الآباء الرسوليين. كل حاجة من دول محتاجة تاخد إيه؟ ناخد لها محاضرة مستقلة. شروط الآباء الرسوليين، طب فين؟ عايز شروط الآباء الرسوليين؟ خش على يوحنا الأولى 1، يقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحق، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الإيه؟ عند الآب وأظهرت فينا. الذي، بصوا بقى الشروط إيه؟ الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شركة معنا، أما شركتنا نحن فيه. يبقى الآباء الرسوليين الذين سمعوا والذين رأوا والذين لمسوه بإيه؟ بأيديهم. يوحنا الأولى، سر فرحنا ليكن فرحنا كاملا. رسالة تانية، الرسالة الوحيدة المرسلة إلى سيدة، إلى كيرية، ودي الوحيدة اللي موجودة في العهد الجديد، لأن في سفر أستير ويهوديت في العهد القديم. الرسالة الثالثة بقى، الرسالة الثالثة دي احنا كخدام مهمة قوي قوي ان احنا نبقى عارفينها ونقراها، لانه بيدي 3 نماذج من الخدام. بيدي غايز الشيخ ديمتريوس المشهود له من الجميع، ديتريفوس اللي عايز يبقى اول واحد اللي مش مكتفي بكلام بل بيقول كلام كتير قوي صعب على الكنيسة وعلى القديس
بولس الرسول اللي قال عنه: متى جئت سأذكره بأعماله التي عملها هازرا علينا بأقوال خبيثة. مش كده وبس، مش عايز الناس تدخل ولا الناس كمان ايه، ولا الناس كمان تطلع. يتبقى رسالة يهوذا، ودي كاتبها قديس يهوذا، ودي تعد جزء كبير منها من العهد القديم، وعنوانها الجهاد لأجل الايه، لأجل الإيمان. آخر حاجة نختم بيها: رحلة إلى السماء. رحلة إلى السماء، أورشليم السمائية، سفر الرؤية، السفر النبوي. عايز أقول لكم سفر الرؤية بقى مخصوص لمجموعة بركات. يعني في الأصح الأول من سفر الرؤية يتكلم عن ثلاث تطويبات على الأقل لسفر الرؤية. شوفوا كده حضراتكم، في عدد 3: يقول: طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون أقوال هذه الإيه؟ أقوال هذه النبوة. يعني في تطويب خاص للي يقرأ أقوال نبوة، النبوة اللي هو سفر الرؤية، تطويب خاص للي يسمع، تطويب خاص للي يسمع واللي يعمل بكلام هذه الإيه؟ النبوة. كلمة طوبى إن كانت جت في إنجيل متى، ولكن اتكررت 8 مرات في سفر الرؤية، عشان يجي في الآخر يقول، نختم بالآية الجميلة في آخر سفر الرؤية اللي نقولها لسان حالنا كلنا، نقول كده: يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، أمين. وإحنا نقول له: تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، أمين. كنا في بانوراما سريعة جدا جدا حوالين العهد الجديد، وكل جزء من الأجزاء دي يحتاج يتفرد له محاضرة خاصة أو موضوع مخصوص عشان نبدأ ندخل إلى الأعماق، بالضبط زي اللي عطى السنارة وانت عليك انك تدخل الكتاب المقدس وانك تصطاد. اشكركم، نصلي ان ربنا يعمل ويجعل الكلمة تأتي بالصبار المطلوبة 30 و60 و100، ولإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.